خير مشاهدينا الافاضل اينما كنتم، مرحبا الى ملعب سانتياغو برنابيو في مدريد، ومباراه نحلم بها في نصف نهائي او نهائي كاس العالم بين اسبانيا والبرازيل في حضور جماهيري غفير. مباراه تحت شعار المساواه والتسامح وضد العنصريه، هكذا اريد لها ان تكون بسبب المهاجم البرازيلي المتميز اللاعب فينيسيوس جونيور، وما تعرض له في نهاية الموسم الماضي في فالنسيا من شعارات عنصرية كان لها كلام كبير وطويل في وسائل الإعلام وفي الأوساط الجماهيرية وحتى في الأوساط السياسية وغيرها الموسم الماضي لغاية اليوم. المنتخب الإسباني اليوم ينزل على ملعب سانتياغو ويستضيف البرازيل بأوناي سيمون في حراسة سنوات تقريبا، مع النتائج التي تحصل عليها حيث خسر 5 مرات في 9 مباريات من ساو باولو. الكرة من هنا، خطيرة الكرة هذه، الثانية والتوزيع على القائم الأول بالرأس، تغطية دفاعية، التسديدة من يمين يامال على الطائر مثل ما جاءت بيسراها، يضرب المنتخب البرازيلي لم تخرج من منطقتها لحد الآن. الضغط أمس ويليامز كوكوريا، التوزيع والركنية لصالح ناصر، المراوغة هائلة منه يامال، ركلة جزاء. حكم ماذا قال؟ صفرت ولا لا؟ صفرت ولا لا؟ أعتقد بأن حتى الصافرة في فمه، قال ركلة جزاء، نعم ركلة جزاء يعلنها حكم المباراة من الشوط الأول. رودريجو يفعل رودريجو لإسبانيا، 12 دقيقة لعب من ركلة جزاء تحصل عليها لامين يامال. سانتياغو برنابيو يهتز لأن إسبانيا سجلت وسجل يامال التسديدة، جوميز جونيور التسديدة والحارس. أول كرة صعبة للبرازيل فينيسيوس جونيور وأوناي ويليامز لا رائع الكرة من ويليامز من هنالك على جهتي اليسرى، توغل وكاد يفعلها في هذه التسديدة، فابيان فوق المرمى مرت هذه الكرة. احترت أنني نقول لامين يامال، ويليامز ويليامز على خطة 18 وخطأ، يصفر الحكم ضد فابريسيو برونو ليس عناصر المنتخب الإسباني. هشاشة 18 هولمو رافينيا الكرة مرت سلامات وراح التماس لصالح البعض الولد يا مين يامال وجد نفسه معزول، كرة في المراوغة رائعة هنا رغم أن التمريرة كانت خلف فينيسيوس. فاندير رودريجو، تغطية دفاعية رائعة، تغطية دفاعية رائعة هنا من أمام أوناي ساليات داني أولمو جول. هذا دفاع ولا ماذا؟ هذا دفاع البرازيل أو ماذا يفعلها؟ أولمو استلمها بسهولة داخل منطقة العمليات، مر من المون ضيعته، هدف رائع رودريجو يعيد البرازيل للمباراة. Sorry. Quadra kill. Dominating.